الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، ربنا تقدست أسماؤه وعلت صفاته، هو كما أثنى على نفسه لا نحصي ثناءً عليه، له الحمد في الدنيا والآخرة على الدوام. أحمد ربي وأشكره على ما من به من الفضائل والخيرات التي نعلم والتي لا نعلم، فهو ولي الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة التي لا تضام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالنور المبين الذي محى الله به الشرك والظلام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله بالتقرب إليه بالصالحات وبغض ومجانبة السيئات، فمن اتقى الله تولاه، ومن اتبع هواه وآثر دنياه خسر نفسه وضيع النعيم المقيم في أخرى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلمون، أيها المسلمون، لقد ناداكم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان، أعظم صفة للإنسان، بأن تتوسلوا إليه بصالح الأعمال وتحفظوها من المبطلات والاضمحلال. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والوسيلة جميع الطاعات فعلاً للأوامر وتركاً للنواهي، والوسيلة تعم وسائل الطاعات كلها وتشملها جميعاً. والباب الجامع للخيرات والمنجي من العقوبات والأشمل لطرق الصالحات والحصن من البوبقات هو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو يكمل الفرائض والواجبات ويجبر النقص في العبادات، ويعظم معه ثواب الحسنات وتمحى به السيئات، وكفى بذنوبه وفضله وعظيم منزلته شرفا ونورا وخيرا أن فرضه الله عز وجل في الصلاة والحج وكثير من الطاعات، وحتى عليه الشرع في جميع الأحوال. وركن الدين الأول الأعظم هو ذكر الله تعالى بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكل تشريع للإسلام تفسير لهذا الذكر وتفريع لهذه الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد للمعبود سبحانه، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد للمتبوع صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
ولم يأمر الله تبارك وتعالى بالإكثار من طاعة من الطاعات مثل ما أمر الله به من الإكثار من الذكر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إلا ما جاء من الإكثار من الصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات، حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان والطبراني من حديث أنس رضي الله عنه. وهذه الصلاة والسلام مكافأة من المسلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء له على ما قرر من الدين وجاهد أكمل جهاد، وعلى ما أسدى وبذل للأمة من الخير الواسع والنصح الصادق. فكل خير للمسلم أجراه الله، وكل ثواب أجراه الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجنة طريقه، والصلاة عليه عبادة لله عز وجل. ومما جاء في فضل الذكر قول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان. فالذكر يزكي الأعمال ويكمل نقصها، ويدرك به صاحبه ما فات، ويمحو الذنوب. وذكر الله سبحانه وتعالى له 3 مقامات. المقام الأول: ذكر الله بالقلب، ويثيب الله عز وجل عليه بجوده وكرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقام الثاني: المقام الوسط، وهو أن يذكر المسلم ربه بلسانه، ويغفل أحيانا عن استحضار معاني الذكر بقلبه، فهو على خير عظيم. وثواب هذا المقام لا يحصيه إلا الله، وهو أعظم أجرا من المقام الأول لزيادة النطق باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والمقام الثالث من مقامات الذكر
أن ينطق اللسان بالذكر ويوافقه القلب بمعرفة معاني الذكر واستحضار عظمة الله عز وجل مع الذكر، فهذا المقام أعلى مقامات الذكر، وصاحبه هو السابق إلى الخيرات الأرفع درجات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة، رواه أحمد من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه. ففي هذا الحديث توافق اللسان مع القلب في الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. ومعنى ذكر الله سبحانه هو الثناء على الرب جل وعلا بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، وتنزيه ربنا تعالى عن كل نقص وتقديسه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه وكماله وجماله، ونفي مشابهته لأحد من خلقه تبارك وتعالى وتقدس. وأعظم الثناء والحمد لرب العالمين هو الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة، كما في آية الكرسي وآخر سورة الحشر. وتعظيم ربنا أيضا بذكر نعمه على الخلق. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وغيرها من الآيات. والذكر خفيف على اللسان ثقيل في الميزان، ولا يعطي ثماره ولا تزكو به القلوب وتصلح به الأعمال، والحياة إلا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم، فهو المتضمن لجميع المحامد لرب العالمين، وذكر النعم وتفصيل التشريع والحث على كل خير والتحذير من كل شر. أيها المسلمون هذا هو الذكر في خيراته وبركاته ومنافعه ونوره. وأما ثوابه فعليه من الثواب ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. فمن ثواب الذكر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أول يومه كانت له عدل عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله مرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة تملأ بين السماء والأرض، حديث حسن رواه أحمد والنسائي والحاكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن مما تذكرون من جلال الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم. وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها. حديث صحيح رواه الطبراني. وتحسرهم لما يرون من عظيم ثواب الذكر. ومن ثواب الذكر أنه يحفظ صاحبه من الشياطين. عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، منها ذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. حديث صحيح رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وأعظم ثواب الذكر الفوز بالجنة والنجاة من النار، ورضوان الله أكبر. ومن ثواب الذكر أن الله تعالى ينجي صاحبه من الكربات والشدائد والمهلكات. قال الله تعالى عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن ثوابه أن الله سبحانه يرفع ذكر صاحبه في الدارين. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن ثوابه أنه يقوي الروح والبدن ويعين على العبادات ويحجز عن المحرمات وييسر الله به الأرزاق. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. حديث صحيح رواه النسائي والحاكم. ومن ثواب الذكر البراءة من النفاق، وهو أعظم مصيبة في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير جوامع الكلم في الدعاء والذكر، فمن جوامع الكلم ما علمه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك ما هو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. حديث حسن رواه البزار والطبراني. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. أحمد ربي على نعمه التي لا يحصيها غيره، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين،
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله بعمل الصالحات والبعد عن المحرمات. عباد الله، فروا إلى الله من الغفلة والإعراض وغرور الآمال، فإنكم في آجال تقرب كل بعيد وتبلي فإنكم في آجال تقرب كل بعيد وتبلي كل جديد. وقد أمركم الله بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم. وعن زيد بن أسلم قال: قال موسى: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني، رواه البيهقي في الشعب. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يديمون ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحوالهم لكمال محبتهم وإيمانهم. فكان لأبي هريرة خيط فيه 1000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به، رواه أبو نعيم في الحلية. وكان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم. وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، أخرجه أبو نعيم في الحلية. والمسلم في هذا الزمان بأشد الحاجة والمسلم في هذا الزمان بأشد الحاجة إلى الذكر، لما كثر من الفتن واعترى القلوب من الغفلة، ولما أصيبت به البصائر من الشهوات والشبهات والأهواء، ولما كثر الاغترار بزخرف الدنيا وزينتها. وينبغي أن يقتني المسلم من كتب الأذكار ما يبصره وينفعه ويعمل به. ومن أنفع كتب الأذكار تحفة الذاكرين وغيرها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبطل خطط الكافرين. اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يخططون بها لكيد الإسلام وضعف الإسلام يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أذل البدع. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين. اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك وارتضيته للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أذل هذه البدع إلى يوم الدين ولا ترفع لها راية، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا منها وما أخرنا. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليه من قول
قول نعبا ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، زد في حسناتهم وجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا اللهم احفظنا يا رب العالمين، واحفظ ذرياتنا من إبليس ومن إبليس وذريته وجنوده يا رب العالمين وأوليائه، واحفظ المسلمين يا رب العالمين من إبليس وذريته، إنك على كل شيء قدير. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، ورد كيد الكائدين في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين في كل زمان ومكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم تب علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم عنه على كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقه للرأي السديد والعمل الرشيد، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير يا رب العالمين وتذكرهم به، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واذكروه على نعمه واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.